خلاص يا جماعة صحيح تور خش تور غدو بكرة الساعة 10 بطلع من الفندق خلاص. الحمد لله يا رب انتهينا. والله انك كذاب قبل ما يفتح لايف يقول فريد لا تروح يقول فريد لا تروح خليك انا اقعد لعندك لعندك انتهينا من جدة تبدا عمي بايسق فيها هذا بيدا صار والله لا اجيك السعودية فريد والله لا تروح والله شوي ويبكي والله لا هم تفضحنا الخطا فضحني الكلب الاخر لكن اخواته حشكم والله طعمي تب مين تمدنا شوي خلاص من يوم ما سوى اغنيته صار يتكبر على جيش الدناف ما صار يسوي لايف ولا شيء تكبر عليك شو على جيش الدناف جيش الدناف صار لهم فتره يقولون افتح لايف ولا قاعد ترد عليهم ها ويتا قالوا بتبروطهم بالخف معايا ولا شو بروطهم مالك يا صاحبي شوف بالخف 10000 بالخف توحش وهم الثاني يبغوا يودعوك والله قالوا لك فحت فحت اخوي بزاف عليك لا ما يقولون بزاف ما يبغوني اروح ما يبغوني اروح وقنا من رمضان ما درناش لايف لا اي والله والله الا من رمضان يا جماعه ما درناش لايف من رمضان ما شفناكمش يا جماعه ما تحشموش وجو ترسلوا لي ميساج تقولوا لي هشام دير لنا لايف ما تكاكوني ما والو ما باين بلي ما توحشتوناش ما توحشتوناش اي وعدني تروح للسعوديه باللهجه الجزائريه والله مالك اصبر وتروح عند العائله تاعك عند امك وابوك تكلم معهم باللهجه الجزائريه لا امي الحرمه احنا عندنا اخويا احنا عندنا الحرمه روح عند اصدقائي انت ما تقول الحرمه اي عندنا يعني تسمع استها جزائريه فاهم اصغر اصغر ادخل عند امك وابوك اصدقائي امك وابوك ثاني عادي ورا الحرمه زعما وقطت معهم بالجزائريه مالك وصور لي الرياكشن تاعهم ان شاء الله يصير خير وعدني ان شاء الله امي ما اقدر ابوي اي امي عادي ليش ما ادري لا مش تصور طقطقة ولا غير صور نفسك واسمع الصوت تاعها ايوه بالضبط اكفاهم شوف الرياكشن تاعها خلاص صحيح شي اول كلمة تقولها لها قولي اول كلمة تقولها لها غادي نترشق بيك اليوم تترشق بمك ترشق خفيف ترشق خفيف خلاص غادي يترشق بالدار شوية وبوك شو تقول له ابوي ما نترشق فيه ابوي ترشق به نورمال ما غاديش يفكر والله بوف ما في يتفاهم سعودي في الدم يا شيخ والله لا سعودي في الدم تعمر ما ترشق بيه شوية ترشق بيه أبوي يقول له أحبك بزاف نبغيك بزاف نبغيك بزاف بويا شوف فلولة طش تقول له تاع على الراس فلولة شوية طش تقول له قول له بويا خصنا الدراهم ما تبروطني ما هو حقيت الدراهم خويا أكد لك ما تبروطنيش تبروط إيش يعني تبروطنيش ما يشربسكش تبروطنيش خلاص تبروط تعرف شربسك يعني لا تحاول تقولها سربسني خلاص سربسني ولا تبروطني خلاص هذوك شو غادي كي تقول تهضر معاهم كيما هكا غادي يديروا ايرور في مخهم بالضبط زي انا في بدايه اللايف يعني من اول غادي امك تتصل فيا على طول تقولي الو هشام رجع لي فريد سعودي لو سمحت بليز وانا نبدا نشرط اوكي نحط كرة على كرة ونقولها اوكي عادي الشروط الاولى الشروط الثانيه الشروط الشرط الاول لا تحمس الشرط الثاني لا تحمسون الشرط الاول باش نرد لك فريد سعودي دخلكم تعزموني للسعوديه هذا الشرط الاول بدون ما تقول اكيد راح نعزمك غادي تعزمني اكيد ما كانش على بالي والله اكيد اذا ما عزمك مين عزمني يعني خلا دار نتفاهموا مدرك وانت تعزمني قدام الناس خويا باش ما نقعد لا من لا والله عزمك على السعوديه ما عندي مشكله وانت خويا بس انت عزمني على الجزائر اودي انا جزائري محلوله ببنادرها اخويا خلاص محلوله اخويا وابغى اشوف جيش الدناف نسوي تجمع يا ودي غادي نديرو شوف عند المقام الشاهد غادي نديرو اخويا في ديك الطحطاحه هذيك تعرف شو معنى طحطاحه المنطقه طحطاحه لا بلاسيطه ارض يعني ارض مسطحه اي ما تعلمتش لا ما تشورش صاحبي ما تعلمتش الجزائرية وراك تقول لي منه ومنه انا عشان كذا باجي الجزائر باخذ كورس لا لقلي تتعلم من راك 4 شهور معايا نورمال راك تعودت على الجزائرية راك فاهمني فطحطها هذيك تاع المقام الشهيد اللي مديرين بهم كاع كيما دار الجزائر كاع نحولوها من كلاريف كلا والو كاش دي تاع لقى 20000 بنادم ولا 200000 بالضبط بس اتوقع كلهم بيجون عشان يتصورون معي مو معاك يعني شغل في بلادي راك باغي تاصرني اوكي اي جيش الدناف يحبوني اوكي نديرو تحدي احنا نديرو نتايا وحدهم وحدك عزمهم في الجزائر وانا نعزم في السعوديه ما في ولا جزائري في السعوديه لا انا نعزم سعوديين في السعوديه أوكي. اوكي 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 انا نعزم الجمهور السعودي في السعوديه تعرف ان السعوديه ما في جمهور سعودي صح
عندي جمهور سعودي. مين قال لك جيش زومبيز هذاك؟ خلاص اوكي اوكي اوثق من روحها باللي ما عنديش سعوديين خاطرش ما يفهموا بولون من عندي. غير احنا نبغوا نحلبوا الغاشي الاخرين. احنا نفهمون بس هما ما يفهموناش. والله لا عيب عليك عيب عليك. انا بسوي فقره عندي في الانستغرام كل يوم كلمه جزائريه جديده اعلمها الجمهور السعودي. هذه عجبتني عشان نطور العلاقات. هذه باش العلاقات نطوروها بالضبط باش الجمهور السعودي واللي يفهمنا. ايوه يا سلام عليك. فاهم الاغنيه التاليه قاعد كتبوا لي كومنتات. اي ما فهمنا اي شيء. ما فهمنا اي شيء. انا امي تقول ما فهمت شيء. باينه الدنيا بالشوك مشي بالورد باللغه العربيه هذه. لا الشوك الشوك مشي بالعربيه شوك. الدنيا بالشوك مشي بالورد مفرشه لينا الطرقان. مفرشه لينا الطرقان. مفرشه لينا في الطريق. لا احنا نقول الباساج تاعي كملت ساديم بدات المحبه مع الجيش تتربى على الاساس. انت تقولها كذا في رد تقول ذس از مي. كملت ساديم بدات المحبه مع الجيش تتربى على الاساس تتربى وديش كيفاش بغيتني نتكبر في وضع كبار. اي هو قديمه كاريزما ملتزمه مغرب عربي واحد هبه ربانيه كريمه 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 يا زلمه مش فاهمه كريمه ان دارنا صاي 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 حافظ حافظ خويا تحمس شوف ليكيب دروك نهضروا معاكم دروك خويا نهضروا معاكم 17000 بنادم خوتي كاع كيما راكم. بغينا نقولوا لفريد خويا شور كرهنا من جدك. شوف اسمع الاردن بغات تسيق جدي والديك. سوي لي فولو واكتبوا لي كذا في التعليقات. ما تصرناش خويا علاش جمهورك ما يسويناش فولو؟ ما فتحنا لايف عندي. غير الجزائريين دي تبغوهم يسويكم فولو. لان احب الجزائريين. على خاطرش الجزائريين يفهموكم. عشان انا انتم ما تفهموناش. انا احب الجزائريين. لا ما تبلعطناش خويا. بلعطونا بزاف. اي بني كلب الاخر دخل الانستغرام تاعه. لقيت السعوديه ميكراسيه التاليه. اي والله عندها جمهور جزائري مروكي اردني والخامسه السعوديه. لا الرابع هو خمسة تونس. هو سعودي عنده 5% سعوديين يتبعوه. لا لأنه شوفوا احنا في السعودية اكثر شيء سناب شات انستغرام مو مرة. اوكي. في المغرب العربي اكثر شيء انستغرام. وفيسبوك. فيسبوك ما نستعمل ابدا. ولا مرة. ولا نقطة. روطار هذا الشيء. شو بندير لك اللي يستعمل فيسبوك عندنا نقول مجنون هذا. هذا جدي هذا من زمان. بون 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 ويت مينيت. سيتادير حنايا كاع من زمان ولا شي يقول لك راسك. لا في السعوديه في الجزائر ما ادري. سيتادرك تترشق بينا احنا يعني نستعمل فيسبوك هو الاول شيء. طيب حلو اوكي حلو. في الجزائر قلتها فمك خوياك مشاهدين. اسمع في الجزائر انتم عندكم السناب شات وتويتر اللي يستعمل ايش تقولون عنه؟ تويتر؟ السناب شات وتويتر. ما نقولوا عليه والله يسهل عليك. لا والله تقولوا والله تقولوا عنصريين والله تعايروا الناس خويا. والله يقولوا ارجع 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 شو هذا؟ صالي لا هذا لا هذه كلمه مكتوبه. لا صالي برك لبسه غادي تروح السعوديه غادي يصلبوك. لا هذا حرف التي شباب. الله يلعنك غادي يمتحيني يسوي لي سالفه في الكومنتات. انت تعرف تلبسه تاكل قرار. هذه كلمه يا جماعه كلمه هذا حرف التي يعني بس ما ادري ليش. هو كل خطره يقول لي لا السعودية حرام هذيك. لا السعودية حرام هذيك. الخمر يسجنوك. تتصور مع فتاة يسجنوك. أما لا غادي يسجنوك. شاهدين السفر السعودية. سفر السعودية شاهدين. الشباب تدخل قست استانلي. وين استانلي؟ استانلي حبيبي تعال استانلي الاول حبس خويا. شوف شوف يقولون ان شاء الله اترك فريد يهدر خلاص راك هدرت كثير خويا. اوكي لا هدر مشي توشي بس انا دورت لطفسك ما كلاش استانلي الاول صاير يريح. لا لو كان دخلوا كاش واحد ولا غادي يطلع اللايف فهمت؟ طيب دقيقه اوكي. اي بعثوا اللايف لستانلي بعده. بعثوا لستانلي شباب شو نديروا له؟ نديروا له ستالي؟ نديروا له نترشقوا به نترشقوا به شوية نكلاشيت. حمار حمار والله انك حمار. ولا لا بغل والله انك بغل. تخرب 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 20000 بنادم. والله هو اللي ضغط. انت اللي ضغطت ولا انا؟ حيوان اعترف. 20000 بنادم اعترف. خليك رجال واعترف بغلطك انك انت اللي ضغطت. لا تحاول لايف قدس خط ذروك روح انت ورد لي 20000 بنادم اللي كانوا يتبعوك. شباب 20000 حياكم.
اسمعوا عرش اللايف حق ستانلي وش اسمه هذاك المثين اللي يضحك اللي ناجي القاق فرع الجزائر اسمه اللي يضحك هذاك اللي صوته كذا صوته شوي المثين يا اخي اللي دخل معنا اللايف مره مراد لا مو مراد لا مراد جام يدخل معنا شكون شكون اللي كنا ناجي القاق فرع الجزائر جماعة سمحونا الله يفرح هذا وين تما الغلب مش عارف قاش أدرك أن هذا البغل مانيش عارف مانيش عارف والله أنه حيوان والله ما أنا طفل هذا 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 وريلهم أدع عاود لي شو قلت لي عيب قلت لي سمين ويسوي شباب أرسل اللايف حق هذا ما أدري شو اسمه مروان أكتب شو يقول عليك هذا هذا ارسلوا له لايف يجمع يضحكني وهذا هذا بعد ايه محمد محمد اسمع هذا اكثر واحد ابغى ترشق فيه اليوم تترشق به اليوم ايه. اوكي شوف 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 هاو استلي جاي هاو استلي هاو استلي واش العزبة على طول ده اسمع استلي وين عم في الجزائر وين عايش وين في الجزائر يعني من على بالي والدي في العاصمة ايه العاصمة نفس المكان اللي تكلم لا 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 اوكي اوكي اكراي ما تربحش العين خلاص ندير لك خاطرك اكراي ندير لك خاطرك ماشي العزبة اسمع حلبتي فرغة هاي العزبه اصبر اصبر تحلبين فرغات اصبر يدير لنا الضوء راه شاري ضوء جديد قول له مبروك عليك راه شاري ضوء كي من هذا اي قول له مبروك عليك تعلق عنده شكله النت في الجزائر عندكم طب ما شاء الله لا عنده مشي عندنا احنا ما تصبناش خويا هذا هو قاعد في العاصمه بعد عندي هم تصور سي بون سير رجلي سير رجلي خويا دير لنا الضوء اللي راك شاري وريني دير لي هذا دير لي هذا خويا مانيش عليك مانيش في الدار ها مانيش في الدار شاشرا والله ماني في الدار اهلا 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 بالجماعه ستانلي مانيش في الدار يا هشام ستانلي اك سهران ستانلي اسمع 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 هشام 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 شوف شيء مهم بقول لك شيء مهم خمس دقائق من اللايف بدل الكونيكسيون عاود طلعني باسكو هذه عيانه بزاف لا لا حاجه ما كاين حاجه شيء مهم مره اصبر قبل ما كاين حاجه لازم يرجع استني لازم استني حسينا باللي كاين حاجه اسمعوا معلي الجماعه لكم ارسل اللايف حق استني الجماعه اللي كان معاها تعود شر حسينا عاود ولي كيمارك وكم توليش كيمارك شوف بينك تعلق الجماعة جماعة السكوت الله يبشو يا محترم السكوت شو اسمه هذاك اللي يضحك مروان مروان ايه مروان ارسل اللايف حق مروان اوجه جاء وين راح مش عاور مروان عاود اجج عاود طلع طلع ارسل اللايف حق مروان شو تقول شي ذا ايش فيه علق تلاقيه تحت بالفيوز بالفيوز تحت ايوه تحت تحت بعد 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 انزل انزل روح روح لسه لسه كثير تلاقيه في الفيوز المشاهدين يا ودي يا اخويا كثير والله عاود عاود طلع عاود طلع ستانلي دخل ستانلي ويت ارسل له ارسل له اجا مروان قبل لا لا ستانلي ستانلي بليز ضروري بليز تعال بليز صح لو كان سبب بدل البلاصه استاد الاحتمال تاعك ايه اخويا ستانلي وي اجا السؤال اصبر وش رايك قاعد مع شباب وين الشيرات اللي راسل لي اياهم في الخاص ليش قاعد مع انا هون ها ها الشيرات اللي سلتهم لي في الخاص لا 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 ما تحشيش الشيرات قاعد معاهم ارسل لي اسكت 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 اسمع هشام شد علينا السعودي تاعك لما بدنا نضرب عندها الحق ضروك ضروك كنت ترسلنا بعد سوالح بريفي ايه عندها الحق وين انا اتحداك تحطهم
انا ايسر مرنك، انا ايسر مريض. وعلاش علاش قلت لنا علاش قلت لنا كوبي بالخط ونولي لكم؟ ايه علاش الانترنت كاش كونيكسيون؟ لا هاتي كونيكسيون معناها قلت لهم روحوا 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 سبحان الله باش صوتكم ما يطلع. اسمع رانا في 30,000 قسما بالله لا بغيتوا تفضحونا انتوما. واحد عنده نص كارير بغيت تكملوا عليها هذيك الساعه. اي غدوه راه رايح قال لي نديروا حد هدا الشابه ونروح. بايت دير لي ودي هدا الشابه سي محمد دوتي كي انت تروح وانا نروح لجهنم ولا كيف؟ سعودي هلا والله ازيك؟ خير والله كيفك انت؟ كويس تطلع في الجزائري يفهم يفهم ازيك هذا مصر مع بلوغته باش نبريسيونيه. انت عندك حنفيه بترول ولا مو عندك؟ اوه ماي جاد والله اني مسكين شيء. لا هذا جراد كبير في الترشق استاذ يرستان لي ولا في الترشق تاعه هذا اللي كود شويه واعري هذا او ياكل في الكوفريت ويدوش الناس عشان اتحول واصير صاحبك عشان الزومبي. ابغاك تقول روح روح ولي ويكوت روح والله ما لبيش. هذا كان في السعودي باسكو ضرب ضرب عاد بزاف سعودي كان عايش في السعودي بو مومو سما سي بو صرا واقع. تعال على الخاص روح ما يتعاش على الخاص اصاحبي اسمع كنا تعال على الخاص شو اسمه بزاف مطرود من الخاص اعطيك الواتساب بتاعي تعال اسمع ايش ايش اسمه هذا اللي معك ستانلي ايش به؟ اسمع هذا عبدو هذا معروف عنده عبدو عبدو تعال لي دايركت وارسل لي الشيرات اللي ارسل لي اياهم ستانلي اوكي؟ انا الشيرات حبيبي حبيبي تعال على الخاص. لا لا اصطف اصطف انا هو الشيرات تعال على الخاص. اي هذا شويه جاي ستانلي قول لهم يسكتوا. خلاص 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 سيبه يا اخو والله راح بكسر هذا انا ولعان تعال على الخاص. عبدو ولعان يقول انا ولعان اي جماعه الله راه شعله فيه اي جماعه خطيره اللي معاه قل له شيء قولوا يبي شيء والله احنا غير درجه بدرجه. انا دخلت في اللايف جاي تقول لي ورينا الشيرات اللي في الخاص. اي يا جماعه نمزح نمزح معاه خلاص قول لهم نمزح قول لهم نمزح. الفيديو راه في اليوتيوب واش تمزح ما عندك ما تمزح يا جماعه نمزح مو شيرات شيره واحده بس غير واحده مش واحده بس لا عيب ان واحد ما يكذبش. ما عندكش واش تريبوندي لهم زعما تقول لهم شايف اسكت وقول لهم لا بصح الشيرة واحدة قراب على بزاف واحدة قراب على بزاف. صح صح حبيت نعطيكم واحد السوجي واحد الموضوع واحد الموضوع خفيف واش صرا ضربة لي فطلعت مع طلعت مع طلعت مع واسمو طلعت مع فريد لايف وقلت لهم هما ما على بالوش بلي كي نقول زعما باريزم زعما انا نقول انا نقول لهشام انا نشتيك شغل نحبك بطريقه اخويه واه وانا قلت لهم راه غدا شغل نشتيها انسانه بها بداوها بكوتي واحد اخر كاع الميمز عندنا الحق. علاش ما قلتش فريد نشتيك؟ علاش قلت الرغده؟ انت عندنا عندهم الحق يا خويا واحد بعد انسان لا مسوي لها الحيوان. انا دخلت معك لايك مرتين ما سوى لي فولو وراغد عاطل قال لها راغد ندير لك فولو والله إيه تعال يا ابن الحلال يا ودي راح انت راح 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 انت عندك لا مشكل راح هذا كان باغي يحل بك. اسمع هشام احتجي احتجي يا ودي روح عبدو روح روح سمير راه يهديك ربي يا سمير يهديك ربي يا سمير. اسمع اختي وليد زاير هشام والله ما على بالي قال لك غدوه برك يبدو يردوا في الجاليه الجزائريه. اكو واجد الحجر الصحي ولا كيفاه؟ والله ما على بالي. تاخذ راي تاخذ راي ما توليش ريح في الاردن حتى يكمل كاع كورونا ما يدوكش حجر صحي. هذا كان جات تمد الفيزا الاردن كورونا يديتها. تسمع تخلص لك فيزا. هذا كان جات تمدها كورونا يديتها راني اربع شهور. بس لا مو على كافي يعني اول اسبوعين بعدين توصل مع السفاره اول ما تيجي طياره يعني على طول تروح فيزا. فهمتك 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 يا سمير يا سمير يهديك ربي يا سمير يا سمير لا 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 الفراج يا سمير يا هشام ولي لبلادك يهديك ربي يا هشام. خويا ما نوليش صاي والفت واحد والف
فريد على بلا على سولفت والله زعكم طالع وتكلم وجيت تحكي لي على الشيرات. اسمع اسمع استني بعدين دايركت تعال دايركت تقول لك كل شيء في فيديوهات مالك هذا اي سي اي او تاع دايركت هذا يموت على الدايركت دوك نكتب له ميسا اوكي دوك نعطيك الكونت تاعو دوك نعطيك الكونت تاعو دوك يبعث لك عبدو في الخاص انا نكليكي من الفوق شو يخرج لي او انا نقول سيد ورد علاش كاين هشام مصطفي. اسمع انا نروح و العزبة روح للسعودي اختك اختك روح للسعودي اختك من البلاد هذه اختك من والله يجيك هنا قاعد لك والله هنا ارواح 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 عبد الرئيس النافي تعال دلال تعال يا بعد اي اي تصبحوا بخير هاي الجماعة اللي راك معها اقسم بالله اقسم بالله ما مسكتين ولا رنقافضين هنا نحس بيهم باللي بغاو يهضروا اي خايف خاف منكم انتم عندنا السابق تاعنا شاعر لا لا والله لا خاف كي تتلاقوا انتم ما تعاجلوش زي فقط اسمع ايام بعدي نروح انا نروح روح روح خويا روح عليك لا اقسم بالله المهابي عادل عادل معانا بصح ما يطلعش ما يجيش عنا يطلع من اللايف ما ادري ما انا راح قال الاخرين والله ما ادري عيد صبروا ريحوا شويه باش نديروا الدوزيام سوفي حمزه شكون حمزه حمزه دخل بصح ما عنديش كيش اصبر تكون ضاغط على اسماء لا اضغط على اسماء اصبر دق تطلع لك منه والله لا عيونه لا لا ايش هذا يقلب الكاميرا هذا على بالي ربيت نسي جماعه بعث لك كشكستين ولا كشعفسه ولا كشعفسه بسكول اخرى راحت لي هذيك اللي نطلع بها لي لايف تقدر تطلع الناس تقولين تضغط على اسم اللي تبغاه تضغط عليه ويطلع لك دخله لايف دير وجهك دير وجهك نطبع لك الجيش الدنا لا نطبع لك جيش لا مريض عشان الزومبي واش باغي تجيش الدوناب ولا شو؟ باغيهم بس باغي ما تنساش باللي هما كاع راهم يتبعوا فيك باغي شفت البوسونتاج جبت لي تليفونك جبت لي تليفونك نوري والله تحدي يلا نوريك نوريهم حصريا طبعا شحال السعوديين يتبعوا اسغلوا اي اسغلوا شحال من السعودي يتبع اسغلوا لا دير الدول لا ويت 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 تعال تعال شوف 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 هذا سعودية شوف مروك الأولى أجير الزوجة شيء ثالثة الأردن ومن بعدها عاد السعودية ومن بعدها تونس خويا نصيحة مني لك واللي هي مروكية جزائر لا لا شوف شوف الحين بس أرجع السعودية بيصير السعودية أكثر شيء شوف بس خلينا نشوف اليوتيوب دقيقة شو قلت لي؟ بشوف اليوتيوب الجزائر موجودين في اليوتيوب ولا لا؟ آه طلعت موجود الجزائر